قبل أسابيع من الدخول المدرسي، تقوم العديد من العائلات الجزائرية بالذهاب إلى شاطئ البحر للاستمتاع بزرقته. الدراري تاع المشيط جبناهم باش يبروفيتو لوكازيو باسكو لو 21 سبتمبر يدخلوا، وهذه إن شاء الله أنا مسود باش لي بلاج كاع تاع الجزائر يكونوا بروب. قعدوا تروا سمان دونك واحد يبروفيت يدي العائله لي زونفون قبل الدخول المدرسي ان شاء الله. دونك نتمنى كما يقولوا الشعب مع الدخول مع عام جديد ان شاء الله يحترم المسافات، يحترم كاع نحبوا لا فامي، نحبوا نزوروا، نحبوا البحر، مي كما يقول افيك دي ميزور باير ان شاء الله نقارديوهم. قضاء ما تبقى من العطلة على ضفاف الشواطئ بالنسبة للعديد من التلاميذ فرصة للاستجمام من أجل عودة جيدة لمقاعد الدراسة. كانوا غالقين لي فلاش كنا قاعدين في الدار، كنا نروحوا لي فلاش، كنا كيف فتحوا لنا لي فلاش باش كين دخلوا النقراو ما كنوا نحينا شوية على خاطرنا. أنا بروفيتي بخاطر شارع قريب داخلين ليكو، كلنا نجو البحر، نجو كل يوم نعومو مع بابا خواتاتي خويا، ورانا فرحانين بزاف. تعتبر الشواطئ قبلة مميزة للعائلات للاستمتاع بما تبقى من أيام العطلة قبل استئناف الدراسة والعمل.